وشديد قناوي. اللفه كده بتقول بتاعت شديد قناوي، الاتنين بيلفوها كويس، انما اللفه دي بتقول بتاعت شديد قناوي. يا ولد يا ولد يا ولد، انا بقول لكم ايه، اللفه دي بتاعت شديد قناوي. وشديد قناوي حط هدف جميل جميل جميل، شديد قناوي في الدقيقه 20، يعني اعتقد مش مسؤول عنه ابدا علي فرج، لانها من فوق الحيطه لفاها قوي. احمد شديد، احمد شديد حط هدف. بص اللفه دي بتاعته، اللفه دي بتاعته، بصوا حضراتكم، انما مسكها وسابها، خاف من العارضه. علي فرج بدل ما ياخد الكره ويطلع بيها بره، خدها وراح بيها على العارضه، راح سايبها اهو. قال لك يلا نفسي. بص حضراتكم راح وصدها، انما هو العارضه قال لك لا يا عم نفوخي ولا حاجه. وهدف جميل جدا.